أعزائي المشاهدين، أغلبنا شاف الناس وهي بتضرب الإزازة وحرفيا بتنفجر من تحت. وعلشان نعمل هذا الشيء كله راح نحتاج هو إزازة والقليل من المياه. أغلب الناس بتفتكر إن لو حطينا أي مياه بتنفجر الإزازة، لكن ما ينفعش غير المياه العادية، ما ينفعش مياه غازية، وده اللي بيحصل في المياه الغازية. حرفيا يا جماعة بتفور. أغلب الناس بتفكر إنه ضغط الهواء هو اللي بيخلي الأنية تنكسر، حرفيا هذا شيء غلط تماما. أنا رح أسكر الإزاز ونعمل نفس التجربة ونشوفها لو انفجرت ولا لا. ما تيجوا معايا يا جماعة، انتوا واقفين بعيد ليه؟ أعوذ بالله. حرفيا اتفرتكت من تحت ومن فوق سليمة، ولكن السبب الحقيقي يا عزيزي المشاهد بسبب القصور الذاتي للمياه. لما نضرب الإزازة المي بيفضل مكانه زي ما هو، ولما يرجع المي لمستواه الطبيعي بيرجع بسرعة عظيمة جدا، وهي السرعة كفيلة انها تكسر الإزاز. التجربة بالسرعة البطيئة. مفتوحة من فوق سليمة خالص، لكن من تحت مكسورة. سبحان الله يا جماعة، قوة القصور الذاتي للماي عظيمة جدا لدرجة تكسر إزازة بحال. خلي بالكم على إيديكم، والتجربة لا تجربوها إلا مع ناس كبيرة. وبس يا عزيزي المشاهد، هذا كان الفيديو تبعنا لليوم. لا تنسوا تحطوا لنا لايك وفولو، خلينا نوصل إن شاء الله لمليون متابع. أشوفكم الفيديوهات الجاية. السلام.